لو في اي اسئله تحبوا نبتدي بيها جو اهيد قبل ما نبتدي في المسائل اللي عندنا في التوتوريال. طيب عموما هنبدا في الاسئله، لو في اي اسئله في النص تقدروا تبتدوا في اي وقت، يعني تقدروا تسالوا في اي وقت. بيسكلي احنا بنحل الاسئله اللي ورا كل تشابتر في الكتاب اللي هو ام ار اي ذا بيسكس اللي هو بتاع هاشيميان برادلي. فبيسيكلي انا يعني بختار الاسئله اللي هي لها ريليفنس للحاجات اللي اتكلمنا عليها في المحاضره. بعض الحاجات ممكن ما تكونش فيري ريليفنت وما اهتمناش بيها في النظري، فبالتالي انا مش بسال فيها. اوكي، هي دي نفس الاسئله اللي هتلاقيها في الهوم ورك باي ذا واي. اوكي، فاحنا نتناقش فيها وبعد كده انت تحلها بعد كده في الهوم ورك. الهوم ورك انتندد ان انت تجرب فيه نفسك، انك انت تشوف اذا كنت فاهم ولا مش فاهم. زي ما بقول لك، مجرد انك انت سلمت الهوم ورك انت خدت درجته خلاص. اوكي، مفيش بقى انك انت الحاجات الغلط والحاجات الصح، انا مش هحاسبك على الحاجات الغلط. اوكي، فما تبقاش قلقان من الموضوع ده، حل الهوم ورك انك انت بتذاكر فيه. اول سؤال هنا، calculate the Larmor frequency. الايكويشن بتاعت Larmor frequency لو انتوا فاكرين، اوميجا بتساوي جاما في بي زيرو. احنا هنا عندنا مدينا كذا فاليو للبي زيرو. اوكي، فبالتالي وبندينا كمان الجاما بتساوي الكلام ده، جاما فور بروتون بتساوي 42.6 ميجا هرتز بير تسلا. فمعنى كده كل اللي محتاجين نعمله بس مجرد نعوض. اوكي، اشوف اوميجا بتساوي 42.6 ميجا هرتز بير تسلا تايمز الكلام ده، يعني بيسكلي ممكن عشان اشوف الاوميجا بالميجا هرتز، يونتس اوف ميجا هرتز بتساوي 42.6 تايمز الفيلد بتاعنا ان تسلا. اوكي، مره ده هيبقى 0.35، مره هيبقى 0.5، مره 1 وهكذا. هل دي فيها اي مشكله؟ في منتهى البساطه، يعني ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص. طيب السؤال الثاني، the rate at which protons are magnetized when placed in a magnetic environment is the same as the rate of recovery of longitudinal magnetization. احنا بنتكلم دلوقتي على ان السبينز بتاعتنا بتبقى موجوده في دايركشنز راندوم زي ما احنا كنا قلنا قبل كده. مش كنا قلنا ان التوزيع بيبقى راندوم؟ اوكي، فهو راندوم. اوكي، جيت دلوقتي ات تي بتساوي زيرو، رحت حاطط بي زيرو سترونج ماجنتيك فيلد، هل دول فجاه كده هيتغيروا بدل ما يبقوا راندوم كده يبقوا كلهم في نفس الاتجاه كده فجاه؟ لا، مش هيبقى فجاه. Actually اي تغيير بيحصل دايما ب T1 relaxation. فبالتالي انت دلوقتي هيبدا يبقى في عندك magnetization، يعني يبتدي دول يتجمعوا عشان يبقوا في الاخر M نوت along the direction بال T1. فبمعنى ان هم هيبتدوا برضه اكني بالظبط كده، اكني دول عندي دلوقتي في الاكس واي. اوكي، فاللي هيحصل يبقى عندك كيرف في الجزء دوت كده، يبقى عندك كيرف طالع من زيرو اللي هي النقطة اللي كلهم فيها راندم عشان يبقوا في الآخر M نوت، والكيرف ده الكونستنت بتاعه T1. أوكي؟ عايزك تبقى يعني تفكر فيها إن جنرال. الرجوع للإيكوليبريم بوزيشن اللي هو along Z direction دايماً بيبقى T1. سواء كانت السبينز نفسها كانت في الـ XY plane أو كان سواء هي كانت randomized كانت كلها راندم في دايركشنز راندوم قبل ما نحط الماجنتيك فيلد اصلا. فدايما بيبقى الرجوع بيبقى باكسبوننشال جروث كيرف، والتايم كونستنت بتاعه بيبقى تي 1. فالسؤال دلوقتي بيقول لنا the rate at which protons are magnetized is the same as the rate of recovery of longitudinal magnetization. اوكي؟ magnetized معناها ان هم كلهم يبقوا في نفس الاتجاه بتاع البي زيرو. اوكي؟ فبالتالي هل ده true ولا false؟ الريت اللي بيبقى فولس ليه؟ الالكترون ما هيكونوا بنفس الوقت، هيكونوا لا، ما هي بنتكلم على الريت في نفس الوقت، بنتكلم على هل الريت اللي بيطلع بيه البروتونز لما تكون راندوم وتطلع تبقى كلها في اتجاه البي زيرو هو نفس الريت اللي بيبقى فيه ريكفري اوف الجنرال ماجنتايزيشن لما يكون عندي اكس واي الماجنتايزيشن في الاكس واي وبيرجع الزي؟ هل هو الريت هو ده هو ده؟ احنا لسه قايلين ان هو ده هو ده هو ده هو ده هو تي 1. التي 1 ريلاكسيشن بيحصل فيه ان انا دلوقتي
يعني فكر فيها كالتالي، لو انا دلوقتي راندم هنا وحطيت بي زيرو، دلوقتي دول بقى ليهم طاقة وضع دلوقتي، يعني بيسي دول مش في الإكوليبريم بوزيشن بتاعهم، فايه اللي هيحصل؟ هي جيف اوف انرجي للانفايرمنت لللاتس عشان يرجعوا يبقوا في اتجاه البي زيرو. فدلوقتي بقى في عندي سبين لاتس ريلاكسيشن، نفس الكلام اللي بيحصل في الريكفري بتاع اللونجيتودينال ماجنتايزيشن لما بعمل له فليب ان فليكس واي. في دلوقتي انتراكشن بين السبين واللاتس اللي هي الانفايرمنت اللي حواليه عشان يوصل يبقى في الايكوليبريم بوزيشن. فهو ده زي ده بالظبط. اوكي، بس النقطه خلي بالك من حاجه، ان احنا لما بنتكلم على البي زيرو، بي زيرو موجود طول الوقت يعني ما بيتشالش، بس بتكلم مثلا على فرض ان البيشنت اول لما بيتحط جوه الماجنت، هل هو اول لما بيتحط جوه الماجنت خلاص بقى كل السبينز بتاعته الايند؟ لا، بتاخد بس مجرد ثواني كده علشان بس ايه كل السبينز نفسها تبقى في اتجاه البي زيرو. هل كل مره باجي اصور بيحصل كده لما بحط البيشنت كل مره يعني بضطر استنى كل شويه كام ثانيه عشان يرجع؟ لا، هو اول لما بيدخل في الاول خالص وخلاص ذاتس ات، بيبقى خلاص الايند مع الماجنتيك فيلد، الام نود بتبقى الايند مع الماجنتيك فيلد. لما بحط بقى يعني فليب انجل، بحط ار اف بالس، بنقل الماجنتايزيشن يبقى فليكس واي، يحصل بقى لونجيتودينال ريلاكسيشن احنا اتكلمنا عليه عشان يرجع تاني يبقى في الايكوليبريم. اوكي، فعموما الريت اللي الماجنتايزيشن بيحصل ان بتنقل من الحاله دي للحاله دي، اوكي، بيتم بتي 1. وبرضو لما بيكون عندي الماجنتايزيشن موجود عندي في الاكس واي عشان يرجع تاني يبقى في الزي، اوكي، ده برضو بيتم بتي 1 عشان بي انفولف ان السبينز دلوقتي مش في الايكوليبريم بوزيشن بتاعها. هترجع ازاي الايكوليبريم بوزيشن؟ هتجيف اوف انرجي للانفايرمنت اللي حواليها لللاتس علشان تقدر تبقى في المينيمم انرجي ستيت بتاعتها اللي هو along البي زيرو. اوكي، فالاجابه هنا ترو. باي ذا واي، الاجابات بتاعت كل الاسئله موجوده في اخر الكتاب. اوكي، احنا بنحاول هنا ان احنا نشرح السؤال علشان لو في حاجه مش واضحه بالنسبه لك تقدر تسال فيها، انما لو انت عايز الاجابه وخلاص هتلاقيها في اخر الكتاب، مش هيبقى فيها مشكله. زي برضو بالنسبه للالترا ساوند. طيب السؤال ده ريليتد للسؤال ده، نفس الحاجه بالظبط. اوكي، when placed in a magnetic field protons will line up with that field immediately. هل ده صح ولا غلط؟ فولس. مظبوط مظبوط، فولس. ليه؟ لانه هياخد تي 1 هيطلع بنفس الشكل ده كده، كيرف اهو، بص الكيرف ده بيطلع باكسبوننشال جروث، عمره ما يطلع انستانتينيسلي ابدا. طيب سؤال 6، الكترومغنيتيك ويف ترافل ات ذا سبيد اوف ساوند. يعني ده واضح قوي السؤال ده. وطبعا احنا بنتكلم على الكترومغنيتيك ويفز، لان الار اف اللي احنا بنبعتها دي الكترومغنيتيك ويفز، فهل هي صح ولا غلط؟ فولس. سبيد اوف ساوند؟ لا فولس. طبعا فولس، لان هو بت سبيد اوف لايت المفروض. طيب السؤال ده ممكن ما يبقاش له لازمه، سؤال 8 ده خلينا بلاش ما يعني ما يلزمناش، لان هو بيتكلم هنا على العلاقه بين البريسيشن فريكوانسي والروتيشن، لان احنا عندنا السبين، اي سبين بيبقى عنده حركتين، روتيشن وبريسيشن. ده بتكلم على السبينز اللي هي في ال ان ام ار فينومينا يعني بريسيشن. اوكي، فبيسك هو بيتكلم دلوقتي على العلاقه بين الاثنين دول، دي ما تهمناش في حاجه الحقيقه، فمفيش داعي ان احنا ندخل نفسينا في حاجه ما هياش مهمه. الروتيشن ملوش اي قيمه بالنسبه لنا في الام ار اي خالص. اوكي، احنا اللي يهمنا البريسيشن، فمش مشكله العلاقه دي، فانسى السؤال ده خالص ملوش لازم. اوكي، وفي اسئله برضو كان بنفس الشكل كده، بس السؤال ده يظهر ما خدتش بالي منه يعني. اوكي، فده ملوش لازم. When placed in a magnetic field all protons in the body will line up with the field. هل ده صح؟ لا، الاغلب غلط. ليه؟ They tend to align، مو كله.
بالظبط tend to align فعلا هي الكلمة الدقيقة فعلا اللي أنت قلتها tend to align. يعني إيه tend to align؟ يعني في عندك اللي مع أوكي أكتر من اللي ضد، فيبقى في فرق بينهم، يبقى في net magnetization. إنما basically هو يبقى مع يا إما ضد، وممكن يبقى كده وكده، بس هو النسبة اللي مع هتبقى أكتر من النسبة اللي ضد. أوكي الكلام ده طبعا ممكن تفكر فيه كده، إن هو المثال بتاع البوصلة ممكن يبقى يعني يلخبطك شوية، لأن كل ما فيش بوصلة في الدنيا ما بتتجهش في اتجاه الشمال. أوكي يعني basically إحنا بنتكلم بقى في الاستاتستيكال فيزيكس، على عندنا حاجات بقى أعداد مثلا 10 أس 50 وحاجات كده، أعداد أرقام فلكية يعني كويس. فلما بتكلم النسبة صغيرة من الكلام ده، لو بقول مثلا واحد على 100 مليون من السبينز بتبقى بيسكلي عكس الاتجاه، أوكي ماشي، أنت مش يعني براكتيكالي في الدنيا عمرك ما هتشوفها، أوكي كتشانس مش هتشوفها، بس هي statistical physics بتقول لنا إن بيسكلي في probability ان هو يبقى مع الماجنت، وبروبابيلتي يبقى عكس الماجنت، والبروبابيلتي مع اكبر من البروبابيلتي عكس، عشان كده بنشوف نت ماجنتايزيشن. الكلام ده يعني اثبتناه ازاي؟ بالتجارب العمليه، ان احنا دلوقتي فعلا بنشوف ام ار اي سيجنال براكتيكالي كويس جايه من الفرق بين الاثنين دول، والفرق ده بيعتمد على حاجات كتيره، منها السترينث بتاع الماجنت، حاجات كده، وكلها فعلا الناس اثبتتها ان هي فعلا موجوده بالشكل ده. فدي فعلا ما هياش كلها، دي بعض منها بس. السؤال الأخير chapter 2 hydrogen protons are used in MRI because of their abundance. احنا اتفقنا ان في عندنا حاجتين بالنسبة للبروتونز بيميزوا البروتونز، natural abundance و biological abundance. يعني في نوعين من الابندنس. الناتشرال ابندنس معنى كده بنتكلم على ال الايزوتوب بتاع الهيدروجين اللي فيه بروتون واحد بس في النواة بتاعته، اللي هو ال H1. اوكي H1 ده NMR مفيش مشكلة، عشان فيه سنجل بروتون خلاص ده بيحقق ال NMR يعني كريتيريان، فمعنى كده ده بيبقى فيه ال NMR فينومينا موجودة. في عندنا بقى ال H2 اللي هو الديوتيريوم، ده ما بيحققش ال NMR. نسبة دلتا ده 99.9% وده الباقي، فده الناتشرال اباندنس بتاعه في الدنيا اكبر بكتير. فمعنى كده لما يكون عندي ماده اورجانيك وفيها هيدروجين هيبقى لايكلي انها تكون من النوع ده مش من النوع ده، يعني almost all the time يعني تبقى كده مش كده. فده الناتشرال اباندنس. البيولوجيكال اباندنس معنى كده ان انت بتتكلم على الهيدروجين نيوكلياي، هي اكتر نوع من انواع النيوكلياي موجوده عندنا في الاورجانيك كومباوندز، يعني نسبة يعني majority of النيوكلياي اللي موجود عندنا في أي compound هتلاقيها هيدروجين. فمعنى كده بنتكلم إن هي abundant في الأورجانيك materials أو في الأورجانيك compounds، زي مثلا الحاجات اللي في البروتينز وفي الحاجات دي. أوكي ومش بس كده، البيولوجيكال يعني density بتاعتها، يعني density بتاع الهيدروجين نيوكلياي اللي احنا كنا بنتكلم عليها البروتون density، بتتغير بشكل significant بين الأنواع المختلفة وبعض. يعني ايه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي لما بتكلم على البروتينز، بتكلم على الفاتس، بتكلم على البلد اللي هي الحاجات الفلويد، كل واحده من دول هتلاقي ان البروتون دنسيتي بتاعتنا او ال N of H اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، عدد دنسيتي بتاع ذرات الهيدروجين الموجوده عندنا في الكومباوند، بتختلف بشكل يسمح لك ان انت تشوف كونترست بينهم. لو انا عملت صوره بيزد على البروتون دنسيتي، يعني شلت بقى T1 waiting و T2 waiting اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، بقت بس function في البروتون density، هنشوف contrast ممتاز بين انواع التيشوز مختلفة وبعض. طبعا T1 ده زيادة وT2 زيادة يدينا contrast مختلفة، بحيث ان احنا لما يكون في عندنا مادة مختلفة عن التيشوز اللي حواليها، بنقدر نشوف الفروقات بينها وبين، يعني نشوف contrast بينها وبين التيشوز اللي حواليها، عن طريق ان انا مرة اعمل لها T1 waiting، مرة T2 waiting، T2 star waiting، يعني بحيث ان انا في الاخر اقدر اشوف الحاجه دي بشكل يسمح ان الطبيب يقدر يشخصه. فده فعلا صحيح، natural abundance و biological abundance، والاثنين فعلا بيحققهم الايه؟ بيحققهم الهيدروجين فعلا. هل الهيدروجين هو الوحيد اللي بيستعمل؟ لا مش الوحيد اللي بيستعمل، اتفقنا في عندنا
انواع اخرى من الذرات بنقدر نستعملها، يعني في الصوديوم، في الكربون 13، في الفوسفورس، يعني كل واحده من الحاجات دي لها اكشوالي فيسيولوجيكال مينينج، يعني نقدر نصور بيها حاجات بتحصل داخل الجسم، فيسيولوجيكال فانكشن، ناتشرال فيسيولوجيكال فانكشنز. اوكي، بس النقطه ان السيجنال بتاعتهم بتبقى اضعف بكتير جدا من الهيدروجين. اوكي، فبيسكلي بنحتفظ بيهم لما نكون عايزين نبص على فانكشنال ايميجينج، انما لما اكون عايز ابص على اناتوميكال ايميجينج، اناتوميكال ايميجينج معنى كده عايز اطلع صوره تديني الستراكشر بتاع التيشوز اللي موجوده جوه. ستراكشر معناها شكلها ايه، بس ما بتكلمش على هي بتعمل ايه. اوكي، فبالتالي الهيدروجين يعني مفيش جهاز ام ار اي في الدنيا ما بيشتغلش على البروتونز. في بعض الاجهزه بتشتغل على اديشنال نيوكلياي، بس بيسكلي يعني كلهم لازم يشتغلوا هيدروجين. اوكي، طيب شابتر 3 بنتكلم على الفليب انجل. بص على الار اف بولسز بقى. The flip angle is determined by the duration of the RF pulse and its power. هو basically لازم نتخيل كويس قوي ان ال RF pulse basically بتبقى عند ال Larmor frequency. Okay, وال Larmor frequency بتسمح ب exchange of energy مع ال ايه؟ مع النيوكليي. Exchange of energy. خلينا نتكلم عليها بروتونز وخلاص. اوكي، فمعنى كده انا دلوقتي بدي انرجي من السيستم بتاعي للنيوكلياي اللي انا عايز اصورها. اوكي، من خلال الار اف بلس. فبيسكلي كل ما خليت الديوريشن بتاع الار اف بلس اطول، كل ما سمحت ان انا ادي انرجي اكتر. الباور بيسكلي لو انت فكرت في اي بلس في الدنيا، اي الكتريكال بلس، هتلاقي ان لها فولتج امبليتيود ولها ديوريشن. اوكي، ولها بقى شكل، وات ايفر شكلها عامل ازاي. اوكي، فبيسكلي انت بتتكلم كل ما زودت الديوريشن كل ما زودت الباور. الباور عامه بتبقى الامبليتيود اكتر طبعا، باور ان احنا الديوريشن مع الباور بندي مع بعض الانرجي اللي انا بديها في الاخر للجسم. فبيسكلي ده الامبليتيود. انا اللي يهمني في الاخر انا اديت انرجي قد ايه للسبينز، عشان بيسكلي الانرجي دي هي اللي تسمح للسبينز انها تغير مكانها بفليب انجل معينه. كل ما انا زودت الباور والديوريشن يبقى اديت انرجي اكتر، يبقى انا عملت فليب انجل اطول. اوكي، فبالتالي بنتكلم على ان فليب انجل فعلا بيختلف حسب الديوريشن والباور، لان هما الاثنين مع بعض يدوني الانرجي، والفليب انجل بتعتمد على الانرجي. يعني لو اديت زيرو انرجي يبقى هيفضل زي ما هو في الزي، لو اديت انف انرجي عشان انقل كله في الاكس واي هيبقى في الاكس واي، لو اديت انف انرجي عشان يبقى عكس الاتجاه ضعف الانرجي اللي هي بتوصل للاكس واي، اوكي دي زي، هبقى هنا في الماينس زي. اوكي، فالكلام ده هنا هيبقى ترو. السؤال اللي بعد كده، the function of the RF pulse in MRI is to magnetize the protons. هل ال MRI هي اللي بتعمل magnetization للبروتونز، هي اللي بتخليهم في اتجاه ال B0؟ هل البروتونز بيبقوا في اتجاه ال B0 علشان احنا حطينا RF pulse ولا العكس؟ لا، بسبب الماجنتيك فيلد. احنا بنحطها اكشوال عشان نبعدها عن الاتجاه بتاع البي زيرو، فدي فعلا مش صح. هي اوريدي قبل ما نحط الار اف بلس البروتونز خلاص في اتجاه البي زيرو، ويعني يعتبروا ايه كلهم ليهم نت ماجنتايزيشن اللي هو الام نوت. اوكي، قبل ما يتحط ار اف بلس اصلا، لما بحط الار اف بلس انا بغير مكان النت ماجنتايزيشن ده، انما ما بخلقوش، ما بعملوش كرييشن فيه باستعمال الار اف بلس. البي زيرو هو اللي بيعمل كده. يعني بيسكلي لو انا شلت دي كده وحطيت بي زيرو اللي هو الستاتيك ماجنتيك فيلد، يبقى ايه؟ لو هي بي زيرو هنا تبقى ايه؟ نعم؟ ايوه تمام، تبقى ترو، تبقى ترو. صح كده، صح زي ما انت قلت. طيب نمبر 3،
The immediate action of the RF pulse is to cause the protons to precess in phase. بص عايزك تفكر فيها كالتالي، انت دلوقتي at the Larmor frequency كويس، وكل السبينز دلوقتي خلاص ابتدوا يبقى in sync معاها عشان يمتص منها energy. فمعنى كده كل RF كل السبينز الموجوده عشان تبقى بتاخد الانرجي عشان تمتص الانرجي من الار اف بالس لازم كلها تبقى ان فيز مع الار اف بالس. اوكي، الار اف بالس زي ما قلنا هي بالارمور فريكوانسي. لو انا دلوقتي البريسيشن بتاع اللي بيحصل بتاع السبينز دوت ما هوش سينكرونايز مع الار اف بالس يبقى ازاي هياخد منها انرجي؟ فهو فعلا ده صحيح، ده ترو. اول ما بحط الار اف بالس خلاص انا دلوقتي خليت كل السبينز ريجاردس هم بيعملوا ايه، خلاص هم يبتدوا دلوقتي يريسيف الانرجي دي، يحصل اكستشينج اوف انرجي من الار اف بالس للسبينز، فكلهم يبقوا ان سينك مع الـ مع الـ مع الار اف بالس، كلهم ماشيين معاها بنفس الريت. اوكي، فدي صحيحه فعلا. فعشان كده ساعه ما بنخلص الار اف بالس زي ما احنا كنا بنتكلم النهارده في السبين ايكو، كل السبينز بتبقى كلها تي بتساوي 0 افتر الار اف بالس. لو انا حطيت الار اف بالس 90 درجه كده عند النقطه دي كده، كنا بنتكلم ان السبينز كلها كده تبتدي كده، وبعد شويه يبتدي يحصل لها ايه؟ ديفيزنج. بعد شويه تبقى اكتر كمان، يعني تبقى بقى كل واحده في اتجاه مختلف، تبقى كده وبعد كده كده وبعد كده كده. لو احنا فاكرين المثال هو بي 0 بلس وبي 0 وفي بي 0 ماينس، ساعه ما بخلص الار اف بالس بيبقوا كلهم ان فيز. بعد كده يبتدي بقى يحصل لهم بقى ديفيزنج بقى، خلاص هم دلوقتي كل واحد حر لوحده، مفيش ار اف بالس، مفيش حد سينكرونايز مع حد، خلاص كل واحد بيشتغل بقى اندبندنتلي، يبتدي يحصل لهم ديفيزنج. بس في لحظه ما تكون الار اف بالس شغاله، انا دلوقتي كل السبينز بتاعتي بتبقى ان فيز. اخر نقطه بيبقوا فيها ان فيز اللي هي النقطه اللي بعد نهايه الار اف بالس على طول. وانس ان انا خلاص عديت النقطه دي ابتدى بقى يحصل ديفيزنج هنا. اوكي، طيب السؤال الرابع. An RF pulse has a magnetic component. احنا قلنا الـ RF pulse دي عبارة عن electromagnetic wave، صح؟ electromagnetic، هل لها magnetic component؟ 302 yes. هي لا electrical ولا magnetic، فمعنى كده اكيد صح. اوكي، فكلام مظبوط فعلا، لها magnetic component. طيب an RF pulse stands for radio frequency pulse which is a form of an electromagnetic wave with frequencies in the radio frequency spectrum. هل ده صح ولا غلط؟ هل في اي حاجه هنا شكلها مش مظبوط؟ شكلها كلها مظبوطه، شكلها مظبوط مش كده؟ فدي ترو صح. تمام، طيب السؤال ده عايز كنتوا تجاوبوا. A 180 degree pulse has 10 times the power of a 90 degree pulse. لو انا عندي pulse لها نفس الديوريشن دي 90 degrees، واحدة تانية بتبقى 180 درجة. اوكي، الباور بتاعتها يعني بيسكلي يعني اعتبر انها لها علاقة بالامبليتيود. في الاخر الانرجي هي عبارة، الانرجي بتاعت كل واحدة من دول هي عبارة عن الباور في التايم. اعتبر التايم ثابت، لو التايم ثابت ال 180 degrees الباور بتاعتها بتبقى 10 مرات قد ال 90 degrees. ضعف يا دكتور. نعم؟ ضعف ال، معلش صوتك مش واضح، معلش انت عادي صوتك؟ ضعف ال، ضعف صح، هي ضعف فعلا. العملية في الموضوع ده لينير، يعني بمعنى لو حطيت ضعف الانرجي اللي انا عملتها في 90 درجة هاخد 180. الضعف ده معناه ايه؟ معناه ان لو خليت نفس التايم يبقى معنى كده نص الباور. يعني ضعف الباور بتاع 90 يدي ال 180، لو خدت نص الباور بتاعه ال 90 تديني 45، وهكذا لينير، ماشيه بشكل لينير تماما. فدي طبعا ايه؟
فولس. طيب دي برضو ستريت فورورد. ابارشال فليب ديفينيشن بتاعها has an angle between 0 and 90، هو ده البارشال فليب اللي احنا كنا اتكلمنا عليه. 90 من 0 ل 180 الى 180. لا هي بارشال فليب دايما بيبقى، اصل انت دلوقتي بتتكلم على 90 درجه، كنا اتكلمنا على في بارشال فليب و90 درجه و180 درجه، فاكر فاكرين؟ فالبارشال فليب عاده بيبقى فعلا من 0 ل 90. اوكي، ان انت بتعمل فليبنج، مش يعني ماجنتايزيشن عندك هنا في زي دايركشن، كويس. انا هعمل له فليبنج بانجل مثلا 30 درجه. 30 درجه دي هيحصل بقى منها ايه؟ هيبقى في عندي هنا كوزاين 30 وعندي هنا ايه ساين 30. يعني هنا ساين 30 هتبقى نص الايه ام نوت، وهنا سكوير روت اوف 3 اوفر 2 ام نوت بعد ما احط الار اف بالس دي، لان انا دلوقتي عملت فليبنج للدايركشن ده، والدايركشن ده بقى له كومبوننت هنا في الاكس واي وكومبوننت في الزي. فبيسيكلي ده البارشال فليب. اوكي، ما اقدرش اقول ان في عندي بارشال فليب 130، ملهاش معنى، مش محتاج اعمل حاجه زي كده. اوكي، البارشال فليب بقى عايز معظم الماجنتايزيشن يبقى في اتجاه الزي، بحيث كل مره ارجع، يعني لو انا مثلا عملت البالس دي وعايز بعد وقت قصير جدا اعمل بالس كمان، هلاقي هنا كومبوننت لسه موجوده اقدر اخد منها. احنا اتفقنا لما بيكون عندنا، خلينا اعملها لك في ورقه احسن عشان تبقى شايفها. لما بتكلم على بتكلم مثلا على ان انا عندي 90 درجه، كويس، 90 درجه موجوده هنا كده، و90 درجه معناها ان انا دلوقتي كان عندي قبليها الماجنتايزيشن كله هنا كده، بعديها بقى الماجنتايزيشن كله في الاكس واي. اوكي، يعني فرضا ده كان في اتجاه الزي، دلوقتي بقى في اتجاه الاكس. اوكي، معنى كده في الاكس واي عموما، يعني اللي موجود الكومبوننت اللي هنا موجوده بكام؟ بصفر. هنا موجوده ام نوت. لو انا جيت دلوقتي فرضا في وقت قصير، يعني مثلا هنا فرضا استنيت مثلا 10 ملي سكند وعملت كمان بالس، ايه اللي هيحصل؟ انا بعد ال 90 الاولانيه دي جات لي سيجنال هي الاف اي دي، كويس، والماجنتيود هنا هيبقى عالي، هيبقى ام نوت. الماجنتيود بتاعي هنا ام نوت. ام نوت ليه؟ لان انا دلوقتي نقلت ام نوت اللي كانت موجوده هنا دي بقت موجوده في الاكس واي، فبقى الماجنتيود بتاع الاف اي دي بتاعي ام نوت. هنا بقى ايه اللي هيحصل؟ 10 ملي سكند دي قصيره جدا، مش هيحصل اصلا، يعني مش هتلحق يكون في اي يعني ريكفري او اي تي 1 ريلاكسيشن يكون فعلا حصل. يعني 10 ملي سكند دي كومبيرت ل 1000 ملي سكند، تي 1 بتاعتك ب 1000 ملي سكند، فمعنى كده 10 ملي سكند مش هيحصل حاجه خالص. اوكي، فمعنى كده لما اجي احط 90 دي مش هيجي لي اي سيجنال هنا خالص، لان مفيش حاجه في الزي. انا جيت دلوقتي على الزيرو ده عملت له فليبنج في الاكس واي، هشوف ايه؟ مش هشوف حاجه. اوكي، فبالتالي مش هشوف اي سيجنال خالص، نو سيجنال. كومبير الكلام ده بقى للحاله اللي انا بدل ما احط 90 درجه احط مثلا زي ما كنت بتكلم من شويه 30 درجه. اوكي، وبرده 10 ملي سكند تي ار، دي تي ار المفروض احط هنا 30 درجه تاني. السيجنال هنا الماجنتيود بتاعها كام؟ مش هيبقى ام نوت بقى، لان انا دلوقتي كان عندي قبل ال 30 درجه كان عندي هنا ام نوت. لما حطيت 30 درجه زي ما احنا كنا شايفين من شويه هيبقى عندنا، يعني بيسكلي عملت كده فليبنج بقى هنا 30 درجه، دي 30 درجه. اوكي، فمعنى كده الكومبوننت بتاعتي في اتجاه الزي هتبقى كام؟ 30 ام نوت كوزاين 30 درجه اللي هي كام؟ اللي هي جذر 3 على 2 ام نوت. والكومبوننت اللي في اتجاه الاكس واي هتبقى نص ام نوت، عشان هي يعني بيسك ساين 30 درجه، سوري دي ساين كوزاين ساين ساين 30 درجه. تمام، يبقى معنى كده الماجنتيود بتاع الاف اي دي بتاعي هيبقى كام؟ ام نوت على 2 اللي هو الماجنتيود بتاع الماجنتايزيشن اللي في الاكس واي. طب دلوقتي بعد ال 30 درجه دي ايه اللي هيحصل؟ انا دلوقتي في عندي ماجنتايزيشن هو موجود،
جذر 3 على 2 في ام نوت. انا دلوقتي لما اعمل 30 درجه ايه اللي هيحصل؟ اكني باخد برضو يعني باخد في الجزء اللي هنا ده كده عملت 30 درجه جديده هنا. فهتلاقي ان هنا ده هننقله هنا لان الجزء منه في الاكس واي ويبقى فيه لسه جزء فاضل. فهيبقى عندي هتلاقي بعد ما عملت كده بعد ما عملت 30 درجه الثانيه هيبقى عندي لسه في ماجنتايزيشن هنا فاضل عباره عن جذر 3 على 2 ام نوت. في جذر 3 على 2 يبقى ايه؟ 3 على 4 ام نوت. وهنا في الدايركشن ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه جذر 3 على 2 ام نوت في نص. فمعنى كده هيطلع لك هنا سيجنال الماجنتيود بتاعها مش كبير، جذر 3 على 4 ام نوت، بس في سيجنال موجوده. اوكي؟ فالنقطه ان الكلام ده مفيد جدا. يعني في عندنا سيكونس اكشوالي مشهور جدا اسمه فلاش، هتلاقي في الام ار اي على فكره الاكرونيمز دي يعني زي ما تحب، هتلاقي يعني في 100 اكرونيم بالشكل ده. كويس، انا عملت لي بتاع 3 4 5 اكرونيمز زي كده لما كنت بشتغل في في الشغل بتاعي في الام ار اي. فده اسمه فاست لو انجل، هي الانجل دي المفروض تبقى في الثانيه، لو انجل شوت اف ال اي اس اتش، فاست لو انجل شوت. ده اللي بيحصل فيها في السيكونس ده، بيحط بالسز كتير قوي كده بالشكل ده، والمسافه بينهم قصيره جدا، ممكن مثلا تتكلم على 10 ملي سكند دي عادي جدا. وبتحط انجلز هنا، ممكن تحط مثلا انجل 10 ديجريز مثلا. اوكي، 10 ديجريز دي اكنك بتاخد، انتوا فاكرين في الالترا ساوند لما كنا بنتكلم على ان بيجيت ريفلكتد نسبه صغيره جدا من الترانسميتد انرجي والباقي بيكمل، هي نفس الحكايه هنا بقى بالظبط. كل 10 ديجريز بدي نسبه صغيره من الماجنتايزيشن والباقي بيكمل، بعد كده اقدر اخد منه، بعد كده يفضل في الزي، اقدر بعد كده لما احط ار اف بالس جديده اخد منه واكمل. فبالتالي باخد من هنا very fast acquisition. باخد صور في وقت اقصر بكتير جدا. طبعا بنتكلم على السيجنال ماجنتيود ما بيبقاش كبير، فالسيجن تو نويز ريشيو ما هياش عاليه. بس النقطه ان بعض الاحيان انت يهمك السرعه اكتر من السيجن تو نويز ريشيو. لو انت بتتابع حاجه دايناميك بتحصل داخل الجسم، انت محتاج سرعه في التصوير، مش محتاج ان انت يبقى عندك فيري هاي كواليتي ايمج. يعني ساعات بيبقى الاناتومي انت تقدر تاخده مره واحده، الحاجات الدايناميك انت محتاج تطلع فيديو مثلا منها، عايز تطلع مثلا 30 فريم بير سكند، فمحتاج مثلا تاكواير الصوره كلها في 30 ملي سكند، 40 ملي سكند، 50 ملي سكند بكتير قوي، 100 ملي سكند حتى لو حصل، يعني هتدي لك برضه ستيل برضه يعني تايم ريزولوشن احسن بكتير من انك انت تاخد صوره كل دقيقه مثلا. اوكي، فبالتالي بيبقى عندك لما بتستعمل بارشل فليب هنا بيبقى لها ادفانتجز، مش دايما بتبقى يعني ريكومندد ان انت تستعمل 90 درجه على طول. 90 درجه ديفينتلي تدي لك اعلى سيجنال، بس النقطه ان هي مش اعلى سيجنال على طول، اعلى سيجنال في اول حسب التي ار بعد كده، حسب التي ار اللي انت بتحطها بين كل بالس والثانيه هيبقى بقى الستيدي ستيت ممكن تبقى اقل من كده. فعشان كده ساعات البارشل فليب ده او لما بتستعمل فيري سمول انجلز فليب انجلز ممكن تبقى في بعض الاحيان تبقى فيري براكتيكال بالنسبه للتطبيقات الكلينيكال بالنسبه للاطباء. فنرجع تاني للسؤال، فبارشا فليب هو فعلا لازم يكون بين 0 و90، لان انت فكر فيها كده، لو انا عملت اكتر من 90 يعني من ناحيه المبدا كده، يعني احنا بنتكلم ان هل ممكن البارشا فليب يبقى من 90 ل 180، يعني بين 90 و180 كمان، يعني تبقى اكبر من 90 واقل من 180، هل ده ممكن او ده له معنى؟ الفكره دلوقتي لو انا عملت فليبنج، لو هو الماجنتايزيشن بتاعي ام نوت كده وعملت له فليبنج بانجل هنا كده، اوكي، عملت له فليبنج مثلا بانجل 130 درجه مثلا او 120 درجه مثلا، يعني دلوقتي بقى فعلا عندك مكونين للماجنتايزيشن في الوضع الجديد بتاعه ده. واحد بيبقى هنا كده اللي هو مكون في الاكس واي، ومكون في الايه؟ في الزي. بقى عندك تو كومبوننتس كده. المكون ده اقدر اشوفه، ده اقدر اشوفه فعلا في الاكس واي، اقدر اديتكت ات.
اوكي يعني هيجي لي اف اي دي الماجنتيود ده مقابل الماجنتيود بتاع الكومبوننت دي. طيب ايه المشكله بقى في الكومبوننت الثانيه؟ الريلاكسيشن بتاع الكومبوننت الثانيه ده بايخ، يعني بمعنى ده لازم يرجع تاني يبقى في اتجاه الزي. واحنا قلنا النهارده لما بنعمل انفيرجن الرجوع بتاع ده هيفضل يقصر 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 هنا كده لغايه لما يبقى صفر، وبعد كده بيطلع تاني. فبالتالي لو انت بتعمل فليبنج للماجنتايزيشن وهو في النيجاتيف دايركشن هتلاقي السيجنال بتقل تقل لغايه لما في الاخر توصل للصفر. فمالهاش معنى ان احنا نعمل كده. البارشل فليب عشان يبقى له معنى لازم يبقى بين 0 و 90 درجه، ويستحسن يبقى يعني انجل صغيره كمان. المعتاد ان انت دايما بتاخد اقل من 30 درجه. اوكي؟ ممكن تاخد اكتر من كده، بس يعني لو انت عملت اقل من 30 درجه هتدي لك فرصه ان انت تاخد يعني تقدر تاخد السيكونس كله، يعني تقدر تصغر التي ار وما تبقاش قلقان. فهل واضح ليه ما بناخدش الانجل بين 90 و 180؟ عشان الكومبوننت دي لازم يحصل لها ريلاكسيشن، والريلاكسيشن زي ما اتفقنا اللي هو بتاع الماينس زي ده مش بيرجع على طول يبقى زي، لا ده بيرجع يعني بالشكل اللي احنا كنا رسمناه النهارده، يعني هو بيبقى في اتجاه مثلا هنا كده، بيبقى مثلا هيبتدي من ماينس فرضا يعني ماينس ام نوت على 2 مثلا، المفروض يرجع هنا يبقى ام نوت. اوكي، فمعنى كده ان هو يبتدي يتحرك كده بالشكل ده عشان يوصل هنا، وهيبقى في عندك نقطة نل. النقطة دي لو انت جيت عملت عندها RF Pulse مش هشوف اي حاجة في الزي خالص. الـ RF Pulse المهمة بتاعتها ان هي تاخد اللي في الزي تحطه لنا في الـ XY. لو هي بانجل غير 90 درجة يبقى معنى كده بتاخد اللي في الزي وتحط ساين الانجل بتاعت الفليب انجل دي وتحطه في الـ XY. فلو انا اصلا ما عنديش حاجه، لو انا عندي الماجنتايزيشن في الزي دايركشن بيمر بالنال بوينت دي، يبقى معنى كده مش هلاقي حاجه، مش هيعرف يعمل فليبنج لحاجه، فبالتالي مش هتاخد سيجنال. لما بعمل فليبنج ب 30 درجه، 30 درجه هيبقى عندي الماجنتايزيشن في الزي بدل ما كان ام نوت هيبقى ايه اقصر شويه هنا، وفي عندك كومبوننت في الاكس واي كويس، بس ستيل في كومبوننت موجوده. لو خدت منها اقدر اخد منها تاني واقدر اخد منها تالت، يعني تقصر شويه بس ستيل موجود، يعني في حاجه موجوده عندي في الزي. اوكي، لو في اي سؤال من فضلكم ممكن يعني حاولوا تسالوا الحاجه اللي شكلها مش واضحه بالنسبه لكم. طيب chapter 4 true false questions. Key to star depends on the external magnetic field homogeneity. وهنا يعني كاتب لك كذا حاجه كده، انت الحاجه الصح تقول عليها صح فيهم دول، ان ممكن يعني قول اعتبر كلهم كل واحده فيهم true or false question لوحديها خالص. احنا اتفقنا اول حاجه 1 على T2 star بتساوي 1 على T2 زائد جاما دلتا بي. لو انت فاكرين الايكويشن بتاعت ال T2 star اللي بتربط بين T2 star وال T2. ال T2 اتفقنا انها property inherent في التيشو ما نقدرش نغيرها. التيتو ستار بتعتمد على نفس الحاجه بالاضافه لحاجه ثانيه لا علاقه بالاكسترنال ماجنتيك فيلد هوموجينيتي. اوكي، فلو انا عندي ايكويشن بالشكل ده كده، هل T2 بتعتمد على T2 ستار ولا T2 ستار بتعتمد على T2؟ فكر فيها كده، ايه الحاجه الاصليه وايه الحاجه التابعه ليها. اوكي، يعني بمعنى لو انا بقول لك ان T2 ستار اتغيرت، هل T2 هتتغير؟ لازم تتغير. هل لو قلت لك T2 اتغيرت معنى كده T2 ستار هتتغير؟ يعني ايه اللي بيتغير؟ ايه المتغير الاصلي والمتغير التابع؟ ايه الاصلي وايه T2 ستار؟ تمام، دي بيسكلي دي الاوريجينال ودي الايه دي ديبندنت، او دي الاندبندنت او الاوريجينال ودي الديبندنت فاريبل. فمعنى كده لو انا بصيت في الايكويشن دي هلاقي ان T2 ستار فعلا اول حاجه اول جمله هي فعلا دي بتعتمد على دي فعلا، فدي صح. تاني حاجه T2 depends on the external magnetic field inhomogeneity، هل من الايكويشن دي T2 لها علاقه بالداتا بي؟ لا، ما لهاش علاقه،
دي موجودة بس في T2 star، إنما T2 دي inherent حاجة internal في داخل المولكولز، فدي ما بتعتمدش عليها خالص. T2 ما تعتمدش عليها. T2 تعتمد على T2 star. احنا قلنا ان دي الاوريجينال او الاندبندنت، والT2 star هي الديبندنت. يبقى معنى كده دي مش صح. T2 star depends on T2. ايوه احنا لسه قايلين الكلام ده دلوقتي حالا، هي فعلا كده. فبيسكلي T2 star هي يعني فيها الاوريجينال T2 ريلاكسيشن، اللي هو الديفيزنج اللي بيحصل داخل السبين سبين ريلاكسيشن، وبالاضافه ليها في كومبوننت ثانيه لها علاقه بالاكسترنال ماجنتيك فيلد انهوموجينيتي. طيب سؤال 42. The recovery of longitudinal magnetization is proportional to، اتفقنا longitudinal magnetization هي ريلاكس ب اني تايم كونستانت T1. T1 مظبوط. الكيرف بتاعها كان شكله ايه؟ شكله كده e to the minus t over t1 exponential decay، هنا exponential growth، هنا exponential growth بس t2، هنا exponential decay بس t2. يبقى بدايه احنا اتفقنا انها t1 longitudinal، يبقى t1 اوكي. يبقى معنى كده ايه؟ الحلين دول مش options، يبقى عندنا الشكل ده والشكل ده. longitudinal magnetization بيرجع كده ولا بيرجع كده؟ growth اللي هي دي growth. مظبوط صح. اوكي نفس الكلام بالنسبه للترانسفيرس ماجنتايزيشن. خلي بالك انت في اللونجيتيودنال انت بيحصل لك growth، في الترانسفيرس احنا اتفقنا الترانسفيرس بيبقى يعني فانكشن في ايه؟ في تي 2، تي 2 او تي 2 ستار. بيحصل هنا ريكفري في اللونجيتيودنال، بيحصل هنا ديكاي للايه؟ للترانسفيرس. اوكي الماجنتايزيشن بيرجع للايكوليبريم بوزيشن، فبيريكفر بيكبر في اتجاه الزي. الماجنتايزيشن في ترانسفيرس بلين اللي هو الاكس واي بلين بيحصل له ديفيزنج، يعني بمعنى ان هو يبتدي يعني يحصل فيه ديستركتيف انترفيرنس، حاجات لما تتجمع مع بعض اوت اوف فيز توصل تبقى صفر فيحصل ديكاي. فهنا ترانسفيرس بيبقى تي 2 ريلاكسيشن، فمعنى كده اول حلين دول مش اوبشن عشان هما تي 1. ديكاي هل ده ديكاي؟ ده جروث. هل ده ديكاي؟ ايوه ده ديكاي. يبقى معنى كده ايه؟ هي كده بتنزل بالشكل ده كده. طيب السؤال ده عايزك تركز فيه شويه علشان بيوريلك الفرق بين T2 و T2 star. The rate of decay of the FID is given by T2. هل ده صح ولا غلط؟ ال FID كده بيبقى حاجه، بيبقى فيه كيرف كده، كيرف ده هو بتاع ال FID. هل بيعتمد على T2 ولا T2 star؟ انا حطيت دلوقتي 90 degrees مثلا وجالي الكيرف ده بعد كده، جالي اف اي دي بالشكل ده. هل ده كده ديكي ده T2 ولا T2 star؟ T2 لسه؟ نعم T2 star. بص انا اقول لك يعني عشان ما تتلخبطش في الجزء دوت. بيسكلي التو ميكانيزمز دول موجودين دايما، اللي هو ال T2 والدلتا بي، الاثنين موجودين دايما. عشان يجي لي حاجه فانكشن في تي 2 بس لازم اعمل حاجه اضافيه علشان اشيل واحده فيهم، عشان اشيل الدلتا بي دي. انما لو ما عملتش حاجه هيجي لك الاثنين. يبقى معنى كده دايما الريت بتاع الدي كي هيبقى تي 2 ستار. طب عايز اشيل الايفكت بتاع الدلتا بي، لو انتوا فاكرين الحاجه اللي اتكلمنا فيها النهارده السبين ايكو. اوكي السبين ايكو بحط هنا 90 درجه، بعد كده احط تاو تي ار تاو، واحط هنا 180 درجه، واستنى كمان تاو، الاقي بقى جالي عند توايس تاو جالي بقى ايه؟ الايكو ابتدى يزيد كده، ابتدى يبيلد كده لغايه لما يوصل لي يبقى ايه؟ يبقى النقطه دي بيسكلي هتبقى فانكشن في التي 2. انما الديكي ده والديكي ده دول تي 2 ستار برضه باي ذا واي، بس النقطه دي الماجنتيود ده الماجنتيود بتاعها دي بيبقى فانكشن في تي 2 بس، ما هوش فانكشن في اي حاجه، مش فانكشن في تي 2 ستار. فعلشان يطلع لي حاجه فانكشن في تي 2 لازم يبقى سبين ايكو.
لازم السيكونس يبقى سبين ايكو. لو بتكلم على الاف اي دي وخلاص كده, يعني الاف اي دي اللي بيجي لي هنا ده مثلا بعد ال 90 دي هيطلع هنا 90 درجه, بعد 90 درجه لازم يبقى فيه اف اي دي وهيخلص. اوكي ده بيبقى الديكي بتاعه فانكشن في تي 2 ستار. اوكي ف بيسكلي التي 2 بتبقى موجوده عند نقطه واحده بس اللي انا بقدر فيها اخلي كل السبينز ترجع تاني ان فيز. اوكي زي ما المثال بتاع المتسابقين النهارده, المتسابقين بيسكلي انا قلت لهم يجروا في اتجاه وبعد كده خليتهم يقفوا ويرجعوا تاني في عكس الاتجاه, فايا كانت سرعتهم اوكي هو بيسكلي اللي بيجري بسرعه قطع مسافه طويله فيضطر يرجع مسافه طويله, اللي بيجري بطيء قطع مسافه صغيره بس هو راجع هيقطع مسافه صغيره, فكلهم لو انا استنيت نفس الوقت هيرجعوا في نفس الفيز, بس بيسكلي هم كلهم راجعين بريتس مختلفه, ولو سبتهم يجروا زياده عن المكان اللي ابتدوا منه هيبتدوا تاني يختلفوا في الايه في الاماكن بتاعتهم. فبالتالي احنا بنتكلم على النقطه دي بالذات, النقطه اللي هي عند توايس تاو هي دي النقطه اللي فيها السيجنال بتاعتنا فانكشن في تي 2. اي نقطه تانية مش هتبقى فانكشن في تي 2, بس النقطه دي مهمه ليه؟ لان دي الماجنيتيود بتاع السيجنال, دي الامبليتيود بيسكلي. فمعنى ان انا اجيب الامبليتيود فانكشن في تي 2 يبقى انا دلوقتي خليت الكونتراست اللي انا هاخده بيبقى فانكشن في تي 2 مش في تي 2 ستار. فمعنى كده ريت اوف ديكاي اوف دي اف اي دي دايما بيبقى تي 2 ستار ما بيبقاش تي 2. اوكي فدي فولس. طب دكتور لو قلنا مثلا انه جيفن باي تي 2 اغير الاف اي دي اخليها مثلا سبين ايكو ولا ايش تكون؟ لا بس ريت اوف ديكاي مفيش حاجه اسمها, يعني ممكن اقول لك الامبليتيود اوف ذا سبين ايكو. لو قلت دلوقتي امبليتيود اوف سبين ايكو is given by او is function of t2 ده يبقى كده صح. اوكي لان انا هنا الامبليتيود يعني الحاجه اللي بتطلع لي دي اللي بنسميها السبين ايكو, دي السبين ايكو. اوكي فبيسيك الامبليتيود بتاعي هنا اللي هو البيك بتاعتك هنا دي دلوقتي دي فانكشن في تي 2. اوكي دي صحيح 100%. اوكي انما الاف اي دي اللي هو باخده بعد 90 ديجريز عمر ما يكون الديكي ريت بتاعه ديبندنت على تي 2 بس, لازم يبقى تي 2 ستار. اوكي طيب سؤال رقم 5, which one of the following equations is correct. طبعا احنا بنتكلم على التايمز اللي هي تي 1 وتي 2 وتي 2 ستار. احنا اتكلمنا ان احنا بنعمل فليبنج من 90 درجه من الاتجاه الزي بحط في الاكس واي, وكنا بنقول ان السيجنال بتخلص من الاكس واي بيحصل ديكي في الاكس واي لغايه لما بقاش فيه اصلا اي حاجه اقدر اخدها قبل ما يكون الريكفري في اللونجيتيودنال دايركشن حصل. فعاده لو انت بصيت, لو انت السؤال ده ما انتش متخيله قوي, ممكن اول حاجه نشوف العلاقه الاول بين التي 2 والتي 2 ستار, مين فيهم اكبر, هل التي 2 ستار اكبر ولا التي 2 اكبر من الشكل ده من الايكويشن دي؟ تي 2 ستار. تي 2 ستار اكبر ولا اصغر؟ اصغر يا دكتور. اصغر فعلا صحيح. عشان تتخيلها اكتر شويه, فاكرين الايكويشن بتاعه الكاباسيتورز لما يكون الكاباسيتورز محطوطين ان سيريز بالشكل ده كده, السي دي بتبقى ايه علاقتها ايه بالاثنين دول, بتبقى اكبر ولا اصغر؟ اصغر من اصغر, اصغر من اصغر واحده, اصغر من اصغر واحده فيهم فعلا. فدي كده نفس الكلام بالظبط. اوكي دي برضه اعتبر انها واحده على حاجه معينه واعتبر الحاجه دي ايه. اوكي فاكيد يعني بيسكلي التي 2 اللي هنا دي يعني بيسكلي اكيد هتبقى اصغر, يعني التي 2 صح اكيد هتبقى اصغر من التي 2, لان في عندك دلوقتي مش ميكانيزم واحد عشان يعمل ديكي, مش ميكانيزم واحد عشان يعمل ديفيزنج, ده عندك اتنين دلوقتي. فلما بقول لك دلوقتي ديفيزنج ده اكنك بتعمل بيسكلي ديستركشن للهوموجينيتي او للكوهيرنس بتاع السبينز. اوكي فانا دلوقتي بدل ما يبقى في حاجه واحده بتقلل الكوهيرنس بقى في حاجتين, فبالتالي اتوقع ان الريت اوف ديكي بتي 2 ستار يبقى اقل بكتير. يعني لو شفنا هتلاقي في عندك واحده من الكيرفات اللي موجوده عندك في المحاضرات
هتلاقي راسم لك كيرفين كده، واحد ده تي 2 ديكي وده تي 2 ستار. اوكي، دايما التي 2 ستار ديكي بيبقى اسرع من التي 2، فمعنى كده التي 2 اصغر من التي 2، التي 2 ستار اصغر من التي 2. فمعنى كده نبص دلوقتي تي 2 اكبر من تي 2 ستار، ده فعلا الكلام ده صحيح هنا، ده ممكن يبقى صحيح. تي 2 ستار اكبر من ده، ده اكيد غلط. تي 1 اكبر من تي 2 اكبر، ده ممكن يبقى صح لان تي 2 اكبر من تي 2 ستار. تي 2 ستار اكبر من تي 2، لا مش صح. يبقى معنى كده احنا عندنا دلوقتي يا الاجابه دي يا الاجابه دي. التي 1 علاقتها ايه بالتي 2 والتي 2 ستار؟ احنا اتكلمنا عن longitudinal relaxation ان هو دايما بياخد وقت اطول على بال ما يطلع السيجنال بتاعتها تطلع تبقى في اتجاه الزي، او معنى صح الديفيزنج اللي بيحصل بيحصل بشكل اسرع بكتير من الريت اللي بياخده longitudinal magnetization عشان يريكفر. فالتي 1 دايما اكبر بكتير جدا من التي 2 من التي 2 ستار. فيبقى معنى كده الحل الصحيح هو ايه؟ هو ده، ده مش صح عشان عشان دي. اوكي، فكر فيها كالتالي. انت دلوقتي لو عندك تي 2 ستار اكبر من تي 1، يعني معنى كده انت دلوقتي الريت اللي بترجع فيه للونجيتودينال ماجنتايزيشن اكبر من الريت اللي بتعمل فيه دي كي في الاكس واي. هل الكلام ده منطقي؟ الكلام ده مش منطقي، لان انت لو بترجع بسرعه للاكس واي بترجع بسرعه للزي، معنى كده مش هيبقى فيه اصلا ماجنتايزيشن في الاكس واي. اوكي، فالماجنتايزيشن في الاكس واي بيقل برجوع السبينز للزي دايركشن وبيقل بالديفيزنج الاثنين. اوكي، بس لو انا بقول لك الرجوع للونجيتودينال دايركشن بتي 1 كان اسرع، يبقى معنى كده هيبقى مفيش سبينز اصلا عشان يحصل لها ديفيزنج في الـ في الـ في الاكس واي بلين. فتي 1 دايما اكبر بكتير من التي 2 من التي 2 ستار. طيب السؤال ده بسيط، يعني ماتش ذا فولوينج، يعني تقول اني واحده مع اني واحده. تي 1 وتي 2 بالنسبه لاي واحد اللي هي 1 و2 هنا مع A recovery of longitudinal magnetization with decay of transverse magnetization. أني واحدة لها علاقة بال recovery of longitudinal magnetization؟ T1. سؤال ده معقد شوية، مش معقد، هو بيسيكلي بيفهمك الكونتراست بيج ازاي وازاي انك انت تبقى فاهم الناس بتعمل ايه علشان توصل للفاليوز اللي بيستعملوها في الفالس سيكونسز. هنا مدي لك مثال، عندك تي 1 يعني بيسيكلي عندك السيجنال للوايت ماتر والسي اس اف رسمينها مع الوقت، وعندك التي ار موجودة هنا. اوكي، فبيسيكلي بتأسيوم ان تي 1 وتي 2 بالنسبه للوايت ماتر هي بالشكل ده كده، تي 1 بالنسبه للوايت ماتر بالشكل ده، والتي 2 بتساوي كذا، والسي اس اف التي 1 بتاعته بتساوي كذا، والاي والتي 2 بتساوي كذا. بندي لك الفاليوز بتاعه التايم كونستنت بتساوي كذا. اولسو اسيوم سبين دنسي بتساوي 100، يعني بمعنى انت هنا سبين دنسي عاده بتبقى واحد، يعني بتبقى عاده النسبه للواحد، بس عامه مش فارقه، هو عينها معتبره 100%، فعامه ما فيش فرق في الامبليتيود بيسيكلي. يعني لو انت فاكر الايكويشنز بتاعتنا اللي احنا كنا بنشوف بيها السيجنال n of h e to the minus t على t2 star في 1 minus e to the minus tr على t1، ده الايكويشن بتاعتنا بتاعت السيجنال s of t كانت بتساوي الكلام ده. اوكي، انا بفترض دلوقتي ان انا عملت هنا excitation وبعد كده عملت هنا tr excitation تاني، وبص على السيجنال بقى عندي te اللي هي اللي هنا دي. اوكي، فtr هي المسافه tr دي، T1 هي الأرقام اللي فوق، و T2 star نفس الكلام. هو هنا مدي لك T2 بس المفروض تبقى T2 star بصراحة، أنا أعتبر إن هي نفس الحاجة مش هيبقى فيها مشكلة. أوكي، فلما بتكلم عليها بالشكل ده السيجنال بتاعتنا بالشكل ده، لما بتكلم على الدنسي بتاعت الهيدروجين هي واحد، يبقى معنى كده أعتبر إن ده واحد. أوكي، ده بيساوي واحد، يعني مش مفيش اختلاف جاي من هنا من الجزء ده. بيقول لك دلوقتي الأسئلة بقى for a TR of 2000 milliseconds find the relative signal intensities for white matter and CSF. اوكي، عايز دلوقتي النقطه ايه
والنقطه بي دول بيساوي كام. فهنا بقى احنا بنتكلم قبل ما يحصل الكلام ده، يعني بنتكلم على ريكفري بس. اوكي، فالنقطه الاولانيه دي هتبقى كام؟ نقطه اي دي هتبقى 1 ناقص اي تو ذا ماينس تي ار اللي هي 200. هو هنا طبعا كل حاجه ملي سكند، فهناخدها كلها ملي سكند، لان طالما هنا ملي سكند وهنا ملي سكند هتبقى اوكي. اوكي، ف 2000 على كام؟ تي 1 بتاعه الوايت ماتر، تي 1 هنا ب 500. بالنسبه للثانيه النقطه دي هتبقى 1 ناقص اي تو ذا ماينس 2000 على هنا التي 1 هنا بتاعتنا بتاعت سي اس اف ب 2000. فمعنى كده انت جبت دلوقتي النقطه A بتساوي كام، النقطه B بتساوي كام. عايز تجيب الريليتيف سيجنال انتنسيتيز، يعني بيسك انت شايف ان السيجنال دي بتساوي كذا والسيجنال دي بتساوي كذا. واضح جدا ان دي هتبقى اكبر. ليه اكبر؟ لان اي تو ذا ماينس دي هتطلع ماينس 4، دي هتطلع ماينس 1. 1 ناقص اي تو ذا ماينس 4، 1 ناقص اي تو ذا ماينس 1، يبقى معنى كده دي اكبر من دي. اوكي، فمعنى كده فعلا الاي اكبر من البي. طيب السؤال الثاني، كالكوليت ذا كروس اوفر تي اي وير دبليو وير ذا وايت ماتر سي اس اف هاف ايدنتيكال تي 2. يعني عايز دلوقتي اختار التي 2 اللي هي تجيب لي النقطه سي ديت. اوكي، هنعملها ازاي؟ انا قلت لك السيجنال شكلها كده، عندي كل البارامترز بتاعتي، هحط دلوقتي تي ديت احطها بتي اي اللي انا عايز اجيبها ماينس تي اي على تي 2 ستار بتاعت الاولانيه اللي هي 100، 1 ماينس اي تو ذا ماينس 2000 على تي 1 اللي هي كنا بنتكلم عليها 500. الكلام ده بيساوي e to the minus te على الثانية ب 200، t2 بتاعتها ب 200، 1 minus e to the minus 2000 على 2000. عندك دلوقتي 1 equation في 1 unknown، يعني كل الكلام ده، الكلام ده يطلع في الاخر رقم وده رقم، وعندك ال variable الوحيد اللي عندك هنا اللي مش موجود هو te، تقدر تحسب te بتساوي كام؟ الفكرة واضحة؟ أنا كل اللي عملته إن أنا جبت الإيكويجن، هي الإيكويجن دي بتمثل لك السيجنال في المنطقة دي. حطيت هنا عند النقطة سي ديت عندك تي إي، مش عارفينها لسه قيمتها كام. بس هي بتتميز إن السيجنال بتاعة الوايت ماتر هي نفسها السيجنال بتاعة السي إس إف. يبقى معنى كده أنا عملت كده دلوقتي، جبت السيجنال دي بتاعة الوايت ماتر، عوضت هنا بتي 1 وتي 2 بتوع الوايت ماتر، هنا عوضت تي 1 وتي 2 بتوع السي إس إف، وخليتهم الاثنين بيساووا بعض، وحسبت بقى التي اي بتساوي كام اللي هي بتخليهم هما الاثنين يتساووا. الفكره واضحه؟ طيب تمام. طيب now calculate the signal intensity of white matter and CSF for TE بتساوي 25 و TE بتساوي 100 ملي سكند. يعني انت نفس الايكويشن دي هي هي، هتعوض فيها بقى مره TE بتساوي 25 ومره بتساوي 100 ملي سكند، وتشوف بقى عند الاثنين دول، تشوف عند ال 25 وتشوف عند ال 100، تشوف الريشيو بتاعه ال CSF على الوايت ماتر بتساوي كام. الهدف من حاجه زي كده ايه؟ انت عايز تشوف اذا كان الكونتراست عندك احسن عند ال 25 ولا احسن عند ال 100. اوكي، فانت كل ما كان الريشيو بتاعت الاثنين كبيره، كل ما كان او فيها يا كبيره قوي او صغيره قوي، بمعنى ان في فرق كبير بين التو سيجنلز، يبقى معنى كده انت تقدر تشوفهم بشكل واضح، تشوفهم لو هما الاثنين جنب بعض، هما الاثنين بيبقوا جنب بعض دايما، هتشوف الفرق بينهم واضح، مش هتشوفهم الاثنين بنفس الـ الـ value ابدا. اوكي، السؤال دي هي نفس، بصوا كلها نفس الاسئله ريليتد نفس الايكويشن، بس هنا بقى حاطط لك لما تي ار بتساوي 3000، يعني هغير بقى كل الكلام اللي انا عملته هنا ده، التي ار بتاعتك اللي هنا دي حطها ب 3000، وبيقول لك دلوقتي انت عاوز to get more T2 weighting in the second echo، عايز higher ratio، هتاخد قيمة كام؟ اوكي؟ فانت محتاج في حاجة زي كده ان انت تجرب بقى كذا قيمة كده وتشوف القيم اللي انت تقدر تطلع بيها
بحيث ان الريشيو دي تبقى اكبر ما يمكن تبقى كام. اوكي طبعا لو انت عايز تعملها بقى بشكل ثيوريتيكال ممكن تيجي عند الايكويشن اللي بالشكل ده كده اوكي وتجيب الريشيو. الريشيو بقى تبقى عباره عن ايكويشن فانكشن في تي اي تي انا مش عارفها في الحاله دي, فاجيب الايكويشن بتاعتي as a function of TE بالنسبه للوايت ماتر واقسمها على الايكويشن اللي جايه لي من الجري ماتر واحاول اوبتمايز الكلام ده بقى, احاول اخد الديريفاتيف واساوي بصفر عشان اشوف الفاليو بتاعت التي اي اللي تديني احسن كونتراست تبقى كام بالظبط. بس يعني هنا مش مطلوب حاجه زي كده, يعني انا عمري ما اجيب لك حاجه تبقى اوبن بالشكل ده كده, انا ممكن اجيب لك حاجه شبه كده اوكي, اجيب لك مثلا تو فاليوز واقول لك اني واحده فيهم احسن, الكونتراست احسن في اني واحده فيهم. هنا محتاج ان انت تاخد بقى كذا فاليو وتشوف اني واحده ممكن تبقى اقرب انها تكون احسن فاليو. خلي بالك لما انت بتاخد تي ار كبيره بالشكل ده كده اللي حصل دلوقتي ان انت خليت تقريبا الافكت بتاع تي 1 مش موجود, لان يعني هنا انت التي 1 هنا انت رجعت خلاص عملت ريكفري, التي 2 التي 1 هنا ب 2000 يعني ما عملتش ريكفري, عملت 1.5 تي تاو ما هياش كفايه, بس ستيل برضه عندك انتنسيتي يعني موجوده كبيره كفايه. يعني هي دي برضه محتاجه ان انت تعمل لها برضه نفس الحكايه بالظبط, يعني تعمل لها برضه يعني حاجه زي ديريفاتيف كده, بس يعني الكلام ده مش مطلوب منك انك انت تعمله, عايزك بس تتخيل الاجزاء الاولانيه دي. لو انا قلت لك مثلا احسب لي النقطه الفلانيه دي او احسب لي مثلا السيجنال دي بتساوي كام, تقدر تحسبها اوكي. يعني اول ثلاث اجزاء دول هل فيهم حاجه مش واضحه دكتور؟ الان اوف اتش احنا ليش خليناها بواحد؟ عشان هو قال لنا ان ان بتساوي 100 فور بوث, فما فيش فرق بينهم, السيجنال بتتناسب مع الكلام ده اوكي, فهي يعني تتناسب او بتساوي 100 في كذا, هي اكنها بتتناسب مع حاجه مضروبه في واحد وخلاص, يعني دي مش هتخش معانا في الكونترست خالص. طب لو ما كان الكونترست مش هيتاثر بيها, يبقى ساعتها لازم تحطها بقى عشان لما تيجي تحسب مثلا ريشيو زي كده او تحسب مثلا ايكويشن زي كده انت عايز تشوف النقطه اللي هما الاثنين بيساووا بعض. فديفنتلي لو فرضا دي 3 ودي 2 مثلا يبقى اكيد هتفرق في الايكويشن دي, هتفرق اوكي, يعني قيمه التي اي هتتغير بتغير الفاكتورز المضروبه هنا اوكي. ونفس الكلام لو انت بتحسب الريشيو بتاعه السي اس اف على الوايت ماتر, لو في عندك فاكتورز جايه من ان اوف اتش هتبقى داخله معاك. طيب انا حسبت التي تي اي طلعت مثلا 99000, هذه تكون وحدتها الملي سكند ولا تكون سكند؟ 99000 صعب شويه, 99 لا المفروض تطلع حاجه بالملي سكند, يعني المفروض انها تطلع حاجه في الحدود يعني الحاجات الملي سكند زي احنا بنتكلم عليها هنا دي. اوكي فعامه لو 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 مثلا بنحل ايكويشن زي كده, لو فرضا مثلا في اكزام ولا حاجه وانت حطيت الايكويشن صح وحسبت النتيجه غلط تي اي بغلط كويس, لو طلعت تي اي دي مثلا فرضا ب زي ما انت بتقول 90000 مثلا كويس, 90000 ملي سكند, هل الكلام ده منطقي؟ 90000 ملي سكند يعني دقيقه ونص كويس, دقيقه ونص دي مفيش حاجه تي اي بدقيقه ونص, يعني بتكلم انا ان التايم كونستانت بتاعك 100 ملي سكند, يعني بعد 3 تايم كونستانت 3 تي 2 يعني 300 ملي سكند سيجنال تبقى بصفر. فلما اجي اطلع التي اي بتاعتي بتساوي الكلام ده واسكت كده يبقى في حاجه غلط, يبقى المساله كده تبقى غلط بالنسبه لك. لو جيت حطيت كومنت ان الكلام ده يعني there seems to be miscalculation تحط كومنت ان الكلام ده غلط, ان ده مش منطقي, رقم ده مش منطقي, ده كده هتاخد عليها يعني very good partial credit, يعني ممكن تنقص مثلا عليها 20% من درجه المساله بس اوكي. انما لو حطيت الرقم ده وخلاص وسكت كده يبقى معنى كده انت شايف ان الرقم ده صح او شايف ان الرقم ده منطقي اوكي. دايما لما تطلع رقم لازم تحطه ان كونتكست, التي اي دي هي الوقت من اول بعد الار اف فالس على طول لغايه الوقت اللي بعمل فيه اكوزيشن. انا بقول لك ان الديكي بيحصل بديكي ريت او تايم كونستانت ب 100 ملي سكند, معنى كده بعد 3 تايم كونستانت انا متوقعش ان يبقى في سيجنالز موجوده, يعني لو انا لقيت الوقت بتاعي اطول من كده يبقى اكيد في حاجه غلط اوكي. فالجزئين دي واي دول
انا شايف ان هم زياده قوي، بس عامه لو انت فهمت اول ثلاث اجزاء مش مشكله. يعني هنا انت بتريبيت فور انذر تي ار، اوكي؟ لو انت فهمت فور اوريجينال تي ار هتبقى ستيل انف، مش محتاج حاجه ثانيه. هو اخر سؤال اللي هو ايه ده، هو ستريت فورورد، ان انت بس بتعوض بالتي ار بتساوي 3000 والتي اي بتساوي 200 في الايكويشن دي، هتحسبها مره للوايت ماتر ومره للجراي ماتر وذاتس ات، وايت ماتر والسي اس اف اس. فدي دي ستريت فورورد، يعني دي ما دي مجرد تعويض، يعني تعويض مباشر. هي دي اللي محتاجه شويه عشان تقدر تقول ان الهاير ريشيو بيسكلي عشان تحسبها لازم تحسب عند كذا نقطه، يا اما تعمل اوبتمايزيشن على تي اي، يعني الاثنين فيهم شغل زياده. يعني كفكره الفكره موجوده اوريدي في الاوريجينال تي ار اللي احنا اتكلمنا عليه. اوكي، السؤال ده كويس الحقيقه، واحب ان انت تفهمه كويس. لو عندك فيه مشكله يعني التيتوريال اللي جاي نعيده تاني، لان اكيد هتتوقع يبقى في عندك حاجه مثلا زي كده، اقول لك النقطه دي احسبها لي او النقطه دي احسبها لي او كده في الاختبار بقى، مش بتكلم في الهوم ورك. ايه الاسئله بتاعت شابتر 5؟ suppose that at 1 tesla the approximate t1 and t2 values for the following tissues are as follows. مدي لك الليسته بتاعت t1 و t2 بتاع اربع انواع من التيشوز عند البارتيكولر بي 0. على فكره ال t1 و t2 بيتغيروا بتغير الماجنتيك فيلد، اوكي؟ يعني لو انا قلت لك عند 1.5 تسلا الكلام ده كله ما يبقاش valid. calculate the signal intensity ratios for h2o over fat, CSF or gray matter for the following pulse sequences. بصوا دلوقتي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي الايكويشن اللي احنا كنا لسه حاطينها اللي هي n of h e to the minus t over t2 star. برضه يعني لو مش جايب لك ال t2 star يبقى خد ال t2 مش مشكله. 1 minus e to the minus tr على t1. هو هنا مدي لك السيكونس الاولاني tr بتاعته بتساوي كذا، تي بتساعته بتساوي كذا. هتحسب بالنسبه لل H2O وبالنسبه للفات وبالنسبه، يعني تحسب الكلام ده لكل الانواع اللي موجوده هنا دي دلوقتي. تحسب بالنسبه للسيجنال مثلا بتاعه ال H2O بتساوي كذا، السيجنال بالنسبه للفات بتساوي كذا، تعوض بقى بالتي 2 والتي 1 بتوع الفات وهكذا بالنسبه لاربع انواع، وتحسب بقى الريشيو بتاعه ال H2O على الفات والسي اس اف على الجراي ماتر بالنسبه للسيكونس ده وبالنسبه للسيكونس ده. هنا مجرد بغير الفاليو بتاعت هنا طبعا المفروض تبقى تي اي، معلش اوكي، تغير الفاليو بتاعت التي اي والتي ار اللي موجودين عندك هنا، وتغير الفاليوز بتاعت التي 2 ستار والتي 1 حسب الايه، حسب نوع التيشو، وتحسب السيجنالز نفسها قيمتها بكام، وتحسب الريشوز اللي هو طالبها. هو هنا طالب لك انك انت ديمونستريت الكلام ده جرافيكلي عشان تشوف بقى نفس الكيرف اللي احنا كنا بنتكلم عليه هنا ده بالنسبه للانواع المختلفه دي. يعني دي اوفر شويه، يعني دي عشان ترسمها انت ممكن اكشلي تروح في ماتلاب وتعمل سيمبوليك ايكويشن فيها الايكويشن دي، وتقدر تخلي الماتلاب يعمل لك بلوتنج على طول. بس يعني دي مش دي ممكن تبقى حاجه لطيفه بالنسبه للكورس بتاع البايوميديكال سيجنال بروسيسنج، انما بالنسبه لهنا مش دي مش مهمه بالنسبه لي. اوكي، فدي برضو تخلي بالك ان انا ممكن مثلا اجيب لك نوعين معينين من التيشوز واقول لك سيكونس معين في تي ار بكذا وتي 2 بكذا، اوكي، وتحسب منها الايه، تحسب منها الريشيو بتاعه السيجنالز كام. اوكي، هنا خلي بالك هو اكشوالي في حاجه انا ما خدتش بالي منها، هو قايل لك انه سبين ايكو سيكونس تي 1 ويتد، اوكي، سبين ايكو سيكونس، فمعنى كده انت بتتكلم فعلا انه يبقى تي 2 ويتد. فيبقى معنى كده الايكويشن بتاعتك دي هتبقى e to the minus te على t2 بس، اوكي؟ فعشان هي spin echo. اوكي؟ هي كلها زي ما انتم شايفين هي نفس الايكويشن، هي نفس الايكويشن، هي هي بنعوض بيها بالبارامترز بتاعت التيشو وبالبارامترز بتاعت السيكونس اللي هي tr وte والt1 والt2 بتوع الايه؟ بتوع التيشو. ونحسب بعد كده القيمة بتاعة السيجنال بتساوي كام. اوكي، هنا عشان برضو انت في جزء بتاع ال n of h ما حدش جاب سيرته خالص، حاطط لك نوت هنا
assume similar spin densities for these tissues. يعني بتعتبر ان n of h هي almost the same. فمعنى كده ال ratios هتضيع ال n of h. لو خدت ال ratio بتاعت اي two types هتلاقي ال n of h هنا زي ال n of h هنا, فالاتنين هيشيلوا بعض. طبعا الكلام ده مش exactly صحيح زي ما احنا شفنا قبل كده في ال tables اللي كانت موجوده عندنا في المحاضره, بس هنا عشان ال simplification بالنسبه للمساله هو جايبها لك بالشكل ده. بقيت الأسئلة الحقيقة very simple. اوكي دي حاجات very straightforward. A longer TR بتعمل ايه؟ اتفقنا في الجزء بتاع الكونترست ان احنا بنتحكم في ال T1 contrast عن طريق ال TR, وبنتحكم في ال T2 او T2 star contrast عن طريق ال TE. كنا بنتكلم لما بنستنى TR فترة طويلة ايه اللي بيحصل؟ بنسمح لكل التيشوز انها تريكفر. وانس ان كلهم عملوا ريكفري خلاص ما بقوش فانكشن في T1. يعني الريكفري بيتم 1 ماينس اي تو ذا ماينس تي ار على تي 1. لما تي ار دي تكون كبيره قوي ايه اللي هيحصل؟ هتبقى دي اولموست صفر. انا هنا كبرت اي تو ذا ماينس حاجه كبيره, اي تو ذا ماينس حاجه كبيره, يبقى معنى كده دي قريبه من الصفر, يبقى معنى كده دي قريبه من الواحد, مفيش اي تي 1 فيها موجود. لما تكون التي ار صغيره ايه اللي بيحصل؟ لا دي ما بتبقاش قريبه من الصفر, دي بيبقى لها قيمه. اوكي وبالتالي بيبقى عندي هنا فاكتور موجود في التي 1. معنى كده ان في لو في عندي كذا تايب اوف تيشو وكل نوع من انواع التيشو دو تي 1 مختلفه, يبقى معنى كده هيبقى في عندي دلوقتي كونترست بيعتمد على التي 1. فكل ما كبرت التي ار كل ما عملت ايه؟ عملت ريدكشن للايه؟ للـ T1 ويتنج. طبعا الـ TR ملهاش علاقة خالص بالـ T2, فمعنى كده دول من الأول خالص لازم أشيلهم. زي ما بتكلم على الـ TE, الـ TE لها علاقة بس بالـ T2, يبقى معنى كده قبل ما أبص خالص أي حاجة لها علاقة بالـ T1 لازم أشيلها. Longer TE من الـ equation هنا, الـ equation بتاعتنا e to the minus على T2, أوكي؟ أو T2 star. هي تي 2 ستار او تي اي حسب انت بتتكلم على سفين ايكو ولا يعني لما بتكلم على سفين ايكو تبقى تي اي تي 2, لما بتكلم على اي سيكونس عادي ما هوش سفين ايكو بيبقى تي 2 ستار. في كل الاحوال هما الاثنين ديبندنت على بعض. يعني بمعنى لما اقول لك ان في تي 2 ستار ويتنج انت اوريدي فيها تي 2 ويتنج, يعني تي 2 داخل معاك. اوكي فبنتكلم على كل ما انت زودت التي اي يبقى معنى كده الترم ده بقى بعيد عن الواحدة. لما تي بتبقى صفر ده بيبقى واحد. فالحالة الوحيدة اللي ما بيبقاش فيها contrast يعني dependent على تي 2 لما يكون تي اي قريبة من الصفر. كل ما تي اي كبرت كل ما زودت التي 2 waiting, مش بعمل reduction بعد. طيب السيجنال اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية دي equation اللي احنا دايما بنبص عليها. Calculate the signal كذا for the following theoretical conditions. دلوقتي لما احط تي ار بتساوي infinity هنا ايه اللي هيحصل؟ e to the minus infinity صفر, فالترم ده هيتشال. يبقى معنى كده الايكويشن هتبقى ايه؟ n of h e to the minus te على t2. طيب لما te تساوي صفر, لما تي اي هنا تساوي صفر اي تو ذا ماينس صفر بواحد, يعني معنى كده الايكويشن بتاعتنا هتكون ان اوف اتش واحد ماينس اي تو ذا ماينس تي ار على تي 1. تي ار بتساوي انفينيتي وتي اي بتساوي صفر, الاثنين دول مع بعض يبقى معنى كده ده يبقى بواحد وده يبقى بواحد, يبقى في الاخر السيجنال هتبقى ان اوف اتش بس. في الحاله دي انت عندك بروتون دنسيتي ويتد, في الحاله دي انت عندك تي 1 ويتنج, في الحالة دي انت عندك الايه؟ عندك السيجنال بتاعتك تبقى ايه؟ تي تو ويتد. اوكي؟ نفس الافكار اللي هنا بقى بنتكلم على اللي هي الكونترست ميكانيزمز, برضو بنعمل ماتشنج. Reduces T1 effect. ايه الحاجة اللي بتريديوس T1 effect؟ T1 effect او T1 waiting بنقلله ازاي؟ احنا اول حاجة T1 له علاقة بـ TR بس. مش كده؟ باللونج لونج تي ار دكتور؟ صح مظبوط الاثنين دول مع بعض فعلا. Enhances T1 effect
من أسرع التيار يا دكتور. صح مظبوط. يعني دي كده مع ايه رقم 2. طيب reduces T2 effect من قلل التي يا دكتور. صح مظبوط. دي فعلا ده علاقة بتلاتة. enhances 2D effect طبعا دي عكس دي تماما. فيبقى ايه بن enhance T2 effect ان احنا نزود الايه T. تمام. طيب انا عارف طبعا MRI بالنسبه لكم الحقيقه ممكن يبقى يعني لحد كبير يعني صعب تخيله، بس خليكم معايا في الاسئله كده شويه بشويه، وتلاقي نفسك بعد شويه بتلاقي نفسك فعلا الحاجه اللي انت كنت قبل كده في اول الكورس او في اول الجزء بتاع الام ار اي ما انتش متخيلها، شويه بشويه هتتخيلها. اوكي انا بنحط بيس باي بيس كده، في الاخر هتلاقي نفسك في عندك حاجه انت تقدر تبص عليها وتبقى متخيل ايه اللي بيحصل فيها. اوكي فحاول تحل الاسئله دي، انا حاططها لك هي هي بالظبط في الهوم ورك عشان تجرب فيها نفسك تتخيل، وتحاول لو وانت بتحلها كده تفهم الحاجه اللي انت بتعملها وتشوف الاخطاء بتاعتك فين، وتسال في الحاجه اللي انت ما انتش حاسس ان انت فاهمها كويس. وان شاء الله المره اللي جايه بقى لما نفير نتكلم في الايمج كونستراكشن هتتخيل الموضوع بشكل اكبر بكتير باذن الله. هل في اي اسئله بالنسبه للمسائل دي او اي حاجه تانية لها علاقه بالكورس، اي حاجه لها علاقه بالام ار اي؟ الاسئله دكتور نحصلها في اي كتاب؟ في كتاب ام ار اي ذا بيسكس. اوكي اللي هو واحد من الكتب اللي انا حاططها لك هتلاقيه موجوده في اي بوب، يعني تلاقي ان هو الفورمات بتاعته ما هياش بي دي اف، اللي هو اي بوب. اوكي ده بتفتحه في ادوبي اديشنز، بتقدر تفتحه في كذا ريدر يقدر يفتحه. في الكتاب هتلاقي فيه الاسئله دي ورا كل تشابتر، وهتلاقي الاجابات بتاعتها في اخر كتاب خاص. طيب دكتور الكتاب نفسه موجود عندي على التكست بوكس، لو تنزل الملف هذا بس في البلاك بورد لو سمحت. المفروض ان هو موجود دلوقتي حالا، اللي هو حق الاسئله، الملف اللي هو ده اللي هو التيتوريال ده. ايوه لا ما هو التيتوريال بنزله على طول في يعني بعد يعني النهارده بعد الدور هتلاقي نازل خلاص بعد يعني بعد ما اخلص معاكم دلوقتي حالا. أيوة. انا بتكلم على الكتاب نفسه هتلاقي فيه الاسئله والاجابات في الاخر خالص موجوده، فموجود عندك في لو انت دخلت على الجزء اللي هو اللي اسمه عندك learning materials. في learning materials هتلاقي فيه عندك الكتب كلها موجوده، كل الكتب بتاعت لا سوري مش learning materials، المفروض resources لا reference textbooks. اوكي reference textbooks هتلاقي ان الكتاب موجود اللي هو MRI the basics موجود عندك زي ما بقول لك بالفورمات اللي هو EPUB دي، بتعمله داونلود وتجيب بقى الريدر مناسب ليه، وهتلاقي نفسك تقدر انك انت تفتحه. اللي هو التيتوريال اللي انا كنت يعني شغلت منه دلوقتي حالا دوت، ده احطه على طول دلوقتي بعد ما نخلص باذن الله. اي اسئله؟ طيب ان شاء الله باذن الله نلتقي يوم الثلاثاء ان شاء الله في اول جزء بقى في الجزء بتاع الايمج كونستراكشن. احنا في الام ار اي كده نتكلم على جزء الايمج كونستراكشن ده، فعلا محتاج منك انك انت يعني فعلا هتفهم منه ازاي الصوره بتتكون، ومش بس الصوره، ازاي ان احنا نقدر ناكواير فوليوم. بعد كده نبتدي نتكلم على التريد اوفز بقى بين البارامترز بتاعه الاكوزيشن، يعني لما نتكلم على تي ار وتي اي، ونتكلم بعد كده على ان احنا بنعمل مثلا بعض الحاجات اللي علاقه بالسامبلنج مثلا للديتا بتاعتنا اللي احنا بناخدها، بيبقى في حاجات كتيره بيبقى لها علاقه بالبارامترز بتاعه الاكوزيشن. دي بتاثر ازاي على الكواليتي بتاعه الصوره، بتاثر ازاي على السيجن تو نويز ريشيو، بتاثر ازاي على الاكوزيشن تايم، الحاجات دي كلها هندرسها في جزء الاوبتمايزيشن. بعد كده بقى الجزء الاخير كله بقى عملي، بنتكلم على ازاي بقى ان الهاردوير بتاع الام ار اي شكله عامل ازاي وبيشتغل ازاي، ازاي لما تيجي تحط ام ار اي في مكان اول حاجه تختار الام ار اي ازاي، الافكتس بتاعت الام ار اي على الانفايرمنت عامله ازاي، الافكتس بتاعت الانفايرمنت على الام ار اي عامله ازاي. انت تستغرب لحاجه زي كده، اكشوالي الام ار اي بتتاثر بالانفايرمنت. اوكي وهتشوف الكلام ده ان شاء الله لما نيجي نتكلم عنه.
وهنتكلم برضو على بعض الحاجات اللي هي لها علاقة بالسيفتي بتاعت الام ار اي، وان شاء الله يعني نكون ساعتها قدرنا ناخد فكرة عامة عن الحاجات الأساسية اللي احنا محتاجين نعرفها عن الام ار اي. في حاجات إضافية بقى دي انا خليتها للجزء اللي هو independent study، اللي هو البروجكت اللي انا عملت له assignment ليكو. الهدف من الassignment ده ان انا عايز كل واحد يعمل فيديو لجزء معين احنا ما درسناهوش، وبيسيكلي انا يعني intention بتاع ان احنا نحط الكلام ده كله في يوتيوب channel بتاعتكو، نسميها مثلا King Abdulaziz University Biomedical Engineering مثلا. وبيسيكلي انت مش بس يعني انت تعلمت الحاجة دي لما قريتها، انت هتعلمها لزمالك وتاخد ثواب عليها، ده هتبقى صدقه جاريه ليك. ان يعني بيسيكلي انت قاعد في بيتك كده وناس بتفتح الفايل اللي انت عملته، ان انت شرحت فيه جزء ما كانش موجود فيه المقرر وشرحته للناس بحيث ان هم استفادوا منك، فزمايلك هيستفيدوا من الاجزاء اللي انت هتشرحها وانت تستفيد من زمايلك الاجزاء اللي شرحوها. اوكي، فبيسيكلي بس الحاجات اللي هي لها علاقه بالام ار اي، مش هندرس حاجات مثلا زي الفلو، مش هندرس حاجات السبكتروسكوبي، مش هندرس حاجات زي الديفيوجن، مش هندرس حاجات زي الفانكشنال ايميجينج، لان مفيش وقت الحقيقه. يعني احنا لو خدنا كورس كامل في الام ار اي مش هنوفيه حقه الحقيقه، في تفاصيل كتيره جدا، وفي فعلا يعني كميه يعني ديفلوبمنتس في التكنولوجي رهيبه جدا جدا. يعني الادفانسمنت اللي بيحصل في الام ار اي، يعني مش عايز اقول لكم انه مفيش اي موداليتي ثانيه بيحصل فيها الريت اوف ادفانسمنت اللي بيحصل في الام ار اي. فاللي انا اخذناه بس عشان نتخيل الفكره الاساسيه. بعد كده لو انت عاوز تقرا هيبقى عندك الفرصه ان انت تقرا بالاسنشلز اللي انت هتاخدها في الجزء اللي احنا درسناه مع بعض. اوكي، اي اسئله لما نخلص السيشن؟ خلاص ان شاء الله التقيكم يوم الثلاث، وباذن الله نكمل بقى في الايمج كونستراكشن. شكرا جزيلا، سلام عليكم.